السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم MTBM. في الحلقة ديال اليوم غادي نديرو ريفيو ديال أوربيا MX29. اذا اخوتي، فبالنسبه لهذا الاوربيا MX29 اللي كتجي بيان سور برواي 29، المهم الموديل اللي عندي اليوم انا ديال 2016، كانت خرجات في الاول بواحد 600-650 دولار، نقول 500 اورو ما كان ولا اكثر شويه. في السوق المغربيه الثمن ديالها كيتراوح ما بين 2500-3500، كيوصل الى كانت باقا نقيه بزاف. الكادر هو كادر سبيسيال ديال اوربيا، فيه الالومنيوم سوفورم اكزاغونال، كتلقاو فيه هاد القناتي هادو، وفيه الانترنال كيبل روتين دي دو كوتي، يعني لي كابل ديزين من الداخل من هنا ومن هنا كيخرجوا لتحت، يعني كتولي تبان بروبر كلين. والمقود ديال هاد الاوربيا ولا الكيدون فكيجي فيه الطول ديال 720 مليمتر، يعني عريض. ولي فرا سي دي شيمانو M355. بالنسبه لي ديسك افون و اريير سي دي ديسك ديال 160 مليمتر. بالنسبه للكرانك سيت اللي هي البلاطو والبيدالي فهو ديال شيمانو M361. بالنسبه للدراير افون توريني، وحتى لاريير حتى هو توريني ولا تورني. الفيتاسات اللي في هذه هما 3 في 7، يعني عندنا القدام 3 البلاطوات واللور عندنا 7. لاطاي ديال لي بنو بيان سور دوينا عليها سي دي 29، وبالنسبه للارجور اللي عندهم 2.35، يعني عراض. هاد الكوسان ديال هادي ماشي لوريجين، هذا غير مبدل ليها، دونك ما كتجيش في الكوسان بحال هذا. بالنسبه للفورج، الفورج ديال سانتور، لا مارك سانتور، وهذا الموديل اكس ام كويل، يعني فيه روسور ماشي اير. الترافل ديالو 100 مليمتر، يعني 10 سنتيمتر. مالوغوزمون ما فيهش الريغلاج ديال البريلاود، و اصلا لي فورج ديال الكويل كيكونوا شويه ناقصين حيت ما كتقدروا ريغلو فيهم والو، وكيكونوا سورتو الريباوند فاش كتكومبريسيه كيردك بالزربه، كتحس براسك بحال كتزعل الترامبولين، ما كيابسوربيش العقبات اللي في الطريق مزيان. بالنسبه لي شيفتر حتى هما راه شيمانو لي دو. انا حمقني هذا السرسار هذا، فين ما ندوز فشي سكوس كيسرسر. انا بلاتي من غادي ندير تيست درايف غتبقاو تسمعوه كيصوني غير بوحدو، كل سكوس يبقى يطيح فيها. هذه مديرها الصديق في كيركب بيل، المهم هذه دارت لي الطيار. انا غادي ندير دابا واحد تيست درايف ونشوفوها في التسلق في العقبات، واش لي فيتاس مزيانين ومريحه في العقبه، ونجربوها كذلك في هبطه فيها لي سكوس باش نجربوا داك الفورج واش مزيان كيدير خدمته ولا لا، او ميم طون نعطيكم رايي عليها اون جينيرال. خليكم معايا. كيف ما قلت لكم اخوتي، سمعوا السرسار، سمعوا الصونيط كيخدم مع بوحدو، سطاني. اللي عجبني انا بزاف بعدا في هاد البيكارا هو حجم العرض ديال العجلات 2.35، فمريح في الصوغه ديالها فوق الرمله ولا هذا، ما كتهربش بك. انا دابا فوق الرمله، كنجيب البيكارات فوق الرمله اللي كيبداو يدريفتيو. ها هي العقبه ديال الوحش كاينه على اليسار، هي هادي، انا غنجربها.
مزيان كيظهر لي هاد الخفيف هذا ما غياكلش معايا، غي خصني نهبط البلاطو القدامي. هادشي علاش ما كنحملش 2 باي و 3 باي، كنبغي غير ال 1 باي، كتبقى خدام بالدراير اللوراني ما عندكش مشكل هادشي في العقبه. المهم انا غادي نخفف صافي هبطت. الله على راحه الله. واو هاد الفرج هذا كيحس به كيلوحني، ولكن سي نورمال ما نديروش الحجر بزاف. هنا راه كاينه روك غاردن فيها حجر بزاف في الارض. فاش كتكون الاخوان شي طريق بحال هادي وفيها الحجر مدفون تحت الارض بزاف خارجين ديك القماقم ديالو بحال هادي، هي وحده هي جوج، هادي كتسمى ها هي شوف هنا شحال الحجر، هادي كتسمى روك غاردن. المهم نكملوا التسلق، حسيت براسي بديت كنهج، ولكن مزيان واخا هكاك مزيان في التسلق. شي شويه تفرق مع ديك الميريده الخضراء اللي جربناها في الفيديو السابق، فايتها بلو بو ديالها خفيف وبالفرج برد، هادو هما لا ديفيرونس. هاد العقبة طويلة بزاف، دابا راه ضربت شي 500 متر وباقي الخير. شي كولوميت كل واقف. السرسار كيصوني بوحدة، اسمع بحال داك الحولي اللي كيكون معلق الجرس، شفت الحوالة. كي جاوكم اللي قاتي جداد خليو ليا في الكومونتير واش مزيانين. يا الصراحة هاد الكوسان غادي خصني نهبطو باش نعيش الحياة في الهبطة، مي بون خلي باباه ناخد شوية سبيد. انا خايف من البيدالات حيت ما فيهمش الكريب بزاف، تخاف رجلي تزلق منهم. في كالتي كان عندي في البيدالات واحد المسامر رجلي كتلصق. الفرج كيدير الصداع، السرسار كيدير الصداع. واو تنطيح. دابا قناره صعب. وا دا 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 دا. لا 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 غنموت، فرانيت بزاف غنطيح. لا هادشي ماشي ديال هادشي مري. والله حتى كنت غادي نموت، رجلي طاروا ليا من البيداله، وحتى هذا الفرج فرج كيلوحني. فاش كنفوت شي حجره بحال نقصت الطرومبولين كيلوحني بزاف، ما كيابسوربيش في الشوك. دونك الخوت كيف ما قلت لكم الديكار جيد جدا بالنسبه للي بالاد في لافوغي بحال هكا مساريه، ولكن مالوغوزمون فاش كتولي تمشي شويه للتيران تكنيك مليميتي بزاف مليميتي بالفورج ما كيديرش خدمتو، ما كيدامبيش الحفاري، ما كيابسوربيش داك لو شوك، ومليميتي عاوتاني بلي بيدال خصها دي بيدال اغريسيف يكون كيشد في الصباط مزيان بحال هادو اللي غنوريكم دابا في الصوره. هادو اللي وريتكم دابا في الصوره انا كيدخلوا لي في الصباط ديالي مزيان، وبحال رجلي كتلصق بحال ديال الكولا. بالنسبه لي انا هاد البيكار هادي مزيانه اللي غادي يدير انيسياسيون الكروس كونتري، اي الله غادي يبدا، اولا الدراري اللي كيبغيو يديروا ترايل يعني كيهبطوا الكوسان وكيردوها بحال انفيرو ديال الكابراج، حتى هي مزيانه مخيره لهاد الهوايه هادي. غادي نقز لكم بهاد البيكالا هادي غطيب التوب، غادي نطلع ولا ندين هنا، وكاينه لهيت نقيزه اخرى غادي نعاودها لكم دابا باش نموت بهاد البيكالا ديال نقز. الله يعاون. اذا الاخوان الحلقه ديالنا اليوم سالات،
غادي ندير لكم ريفيو للدراجة الجديدة اللي خديت حيت بدلت المريدة. غادي تكون في الحلقة الجاية ان شاء الله اللي غادي ندير فيها بايك تشيك من هنا واحد 10 ايام تقريبا غادي ندير بايك تشيك. ترقبوا الحلقة الجاية نهار الخميس ديال حوادث الدراجات الجبلية. وإلى هنا نخلي لكم الراحة، مع السلامة.